Là madame Balak, bị sao hết? Là madame Balak, bị sao hết? جدا في حبس نحي تشكين حشرت معنا في الشباكية خبعنا هنا. لا ما تفكر يا غيتلك ناوي يا Hello guys, welcome back to another video. المهم كيفتو مزيانين بخير كلشي وحده كنتمنى تكون اموركم مزيانه. اليوم لقيتونا في قناه غنمشيو نعملو التحليل الاخراني ديال فقر الدم. ان شاء الله غدا عندي كنترول الاخراني قبل ما نولد وصافي عنديكم معايا ونعمل واحد الفلوغ صغير. Let's go. كملت عدل التحاليل ديالي كملتهم ودابا غادي نمشي نشبر الداكسي وغنشوف حنا نشوفو شنو ناقصني البيبي هيك بيبي باش نشري داكشي اللي ناقصني تو شويه غنمشيو ناخذو له داكشي اللي ناقص كامل يوما اخر نهار صافي عملت اخر تحليله كانت خصني نعملها وشنو اخر غدا عندي اخر كنترول ان شاء الله ديال الطبيب موراها غنبقى نتناوي موعد الولاد anyway المهم دابا نمشيو نشوفو الداكسي انا شفت ديك البيجاما اللي شفتو عجبتني الاولانيه الثانيه اللي ورتكم عليها عجبتني هي اللي ديت صافي دابا مشينا باش نشوفو ديك الحمل لقينا ان حتى واحد ما كيبيعهم واحد اللي كيبيع واحد ما عجبناش شديتو بزاف يعني كتقدر تستخدمو من الخلق لثلاث شهور وحنا ما خصناش من الخلق لثلاث شهور خصنا شي حاجه هيدا ست شهور بحال هيدا وصافي غنمشيو واقيلا نلمو نشوفو شي حاجه اخرى اوكي عيني باينه فيهم فيهم نعاس عينا كندورو في المول صراحه ما عجبناش شي حاجه وما عرفنا ما نشريو اصلا مش عرفنا باش جبنا مكلخين في هذا الشيء سو جينا هنا غادي ندير تاكوس وغنمشيو بحالنا هذيك البارك اللي كنمشي له دائما غنمشيو ليه لو غنتغداو فيه تمايا وغادي نتمشيو وصافي ويلي لا نعاس فينا محشين اول حاجه كتمشي لي في الماكياج هي العكا دغيا كيمشيو الاولاد anyway. عندي جوج غنازات راه لي عنده وحده كان خاف غير بني يكون عنده ما عنده حتى وحده كاش كي كان يخرج حتى وحده جوج show me your dimple تنعم عامل جبيش قلت شغل مهم ما علينا وعلى ما لا نعم رجعنا لنفس البارك جبنا التاكوس شرينا العصير وغادي نقصو هنايا شويه وصافي ملي غادي نولد هاد البارك هذا اول واحد ما غنصطمش فيه بتاتا هاد الصيفيه دي كامله ان شاء الله غنرجع له شي بتاتا كرهته عقل انا قلت لكم شوفوا نشوف شي بلاصه نقصوا الملل اخوتي الملل anyway صافي يلا بحالنا يلا بحالنا بقالي قد ما فات صافي شحال تفشوش فيا كيات شوفوا كيات هكوس المهم كنحس بس هادي هي الدار ديالنا كنقصو هنايا كثر ملي كنقصو في الدار ديالنا الصراحة حق من واحد الناحية نقول لكم واحد الحاجة الدار ديالنا مكضربش فيها قايل يعني كتحس بها مظلمة من هكا فكرنا نبدلوها شحال هاد شحال مرة فكرت نبدلها ومن بعد كندور كنشوف راسي بصح محتاجة ماما محتاجة ماما بزاف وما نقدرش نحيد حيتاش إذا ولدت ما نقدرش مثلا ماما تكون بعيدة حتى العايل بعيد ومشي فحال ما نقدرش خصني تكون ماما قريبه ليا بزاف الحاجه خصني تعاوني فيهم
هذيك الشيء كنقول صافي صافي مابقى قد ما فات صافي اشهر كيدوز ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي كخصو الصور عندك صبر وني ما عنديش وقت القيلولة قسم لا تقول لك بلا دار بالله جلسين هنايا هاتشينو الكبير وهاتشينو الصغير show me your dimple anyway بالناس انا رجعت من الدار وجيت عند ماما باش نعدي الشباكية مع بعضياتنا وحكم انني زرت ما كنعرفش شي حاجه سو غادي نعدلها مع ماما وصاف هذا ما كان توتال 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 ديالي غادي نشبك معاه حيت ما كنعرف نعدل حتى شي حاجه وغادي نتعلم ونعدل الفيديو صافي تبارك الله سلام عليك أذن المغرب عمشي نصلي وديك ساعة عمشي نعدل معها أنا ديجا صورت لكم تخليطة يا عدلة تخليطة وديك شي ديجا صورتهم لكم ودابا أذن المغرب عنصلي عادي تقدي مشي نعدل معها حيث هي دابا كتطحن شي حاجة كتطحن شي حاجة يعني ما محتاجانيش صومني غادي تكمل غادي نمشي معها باش نشبكوها ونعدلوها ان شاء الله اليوم نعدلو الشباكيه وغدا غادي نعدلو الصفوف ان شاء الله يا ربي الحبيب شفت الحجب هذا دابا ساعه كيطحيت ومشطفيه عدلو الصفوف غدا ان شاء الله اختي كتعجبني اجواء رمضان الصراحه كيعجبوني بزاف واحسن احسن حاجه عندي في رمضان هي ليله القدر باس كل عام اللي فات تلاقيت ديالي في المحطة مشيت جبتو من المحطة الدران تلاقيتو كان أول مرة يجي المغرب أول مرة نتلاقى المهم عندي ذكرى مزيونة في رمضان أنا رمضان كيعجبني بزاف خلاص الأجواء ديالو ريحة الشباكية وريحة الصفوف والطحين كيتحمص داك الشيء كيحمقوني والله الحمد لله مشيت شي نشينو والله هنا كتجيني قاصحة خدي دابا راه جالسة تمايا فشي قنت قنطة مكيما يتعمل لا أجواء لا حتى شي حاجة هيدا حسان يعني غنصوركم اليوم الشباكية وغدا إن شاء الله منعدو الصفوف غنصور الصفوف يعني عجبع فيديو واحد وزاف هاد المكان واخا صبار هادي تخليطة ديال الشباكية ياك ماما هادي تخليطة الشباكية ودابا تعدل العسل يضرونوش بالماء انا جالة فهاد الشي نعدل معاها وصافي نعدل معاها طوطا ديالي غنشبك وقيلة صافي فهاد الشي نعمل ماما ماما السلعة عاد جبتها عاد نبداو نعدلوها هنايا بحال باش نكملوها من هنا المهم العسل القرفة والحامض والماء والسكر جوج لتر ديال الماء ياك ماما اربعة ديالاش اربعة كيلو السكر وجوج حامضات واحد الحامضة مقسومة على جوج وقرفة غتشد عليهم شحال صعب المهم صعب شي حاجة يلا تتبان النتيجة تيوجد ونوريكم شنو يقول قول لي قام قول بدي عملت فيها جوج كيسان الزبده وجوج كيسان الزيت مقصين شويه وعملت فيها خماره ديال الحلوه وعملت فيها النسكه الحره عملت فيها الجوزه وعملت فيها حبه حلاوه النافع عملت فيها الزنجلة مطحون باقي نعمل فيها اللوز باقي ما عملتوش فيها نعمل فيها القرفه الخميره ديال العجين ياتي الطحين صافي البيضه صفار البيضه جوج د الصفوره البيضه وانا واقفه كنصور فيديو ثلاثه د الصفوره البيضه حتى عندي 3 كيلو د الطحين ونص كيلو د الزبده مشات لي فيها هذه فيها تعمليها مسكة استعملتها أنت قلت لك أنا مسكة عملتها كما كانت مكتوبة كنت نصحتك شنو هي هذه مظهر ريحة ديالو فين ولا هذا غالي شحال كيعمل؟ 15 لتر ما فيه أنت ولا ريحة ديالو هذيك قرفة هذا الخل أنا غادي من الخل ثلاثة أربعة 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 ثلاثة شتي ثلاثة ديال الصفرا شعره اللوز والخل صافي ديجا قلت لهم شحال كيتما يا خميره
ديال العجينه صافي. دابا عندك يا ربي نولد هاد الليله. الله يا بنتي تخلينا التمر وتولد بس دابا تنرتحوا العجينة. نعم علاش هاك باك بكامل وغنرجع شاده في حبسنا حيت كان كيشارك معنا في الشباكيه تخبعنا هنايا في البالكون. لا لا ان ان شو ما كيرغب يفتحوا له الطفانه هي القرام الطفانه. هاي بس الطريقه ما كتخوف بعضها اصلا انت كيحرقها ما قدرتش تعجنها. شو هذاك زعما مظلوم زعما مظلوم زعما ياك ميناش كاش الا الا شينا كتدخل راسك في وسط الطحين كتهلم من المراحل كامله فهمتي. شفتي الكريشه شكريشه شاشه ولي بديك الصباح الحنان كامل في الحق في الصلابة العفيف هدت عليها الكوكوت شحال ساعة ونص ساعة ونص توجد ونوريها لكم. ريحة ديالها مزيونة ريحة كرفة مزيونة. بسم الله عدل هيدون زيد هيدو شفتي بحال هذيك كزورت مقطع مع الدبه ما عرفتش شنو. يلا عارفه 1 2 3 4 5 قطع 1 2 3 4 5 قطع هكا ماشي حد درت رجعوا لك منه. الله دابا عنوت كيفاش كتشبكوا يا البيراتي اللي جالسين في بالي ما كيعرفوش يطيبوا. المهم شوفوا ها هي كتعمل وحده تهز وحده كتخلي وحده تهز وحده كتخلي وحده تهز وحده كتخلي وحده كتشبر هيدا كتشبر القنت معاها كتشبر هيدا وكتعمل لها هيدا اي فوالا خرجت عوجه. ياك داك ما خرجتيني كتخشي في الماكينه هيدا صافي بحال هيدا ما بحال لا عمرو ما عملش بك يا بنتي داك مخك انا كنقول نمشي نتعلم زعما انا هيدا هادي هيدا واحد جوج ثلاثة أربعة قطع واحد جوج ثلاثة أربعة قطع واحد جوج ثلاثة أربعة ما كيما يتقطع كتهزوها كتهز وحدة تهز وحدة وتخلي وحدة تهز وحدة وتخلي وحدة كتعمل هيدا هيدا كتشبر هاد القنت هذا معاهم كتعمل لها هيدا. ماما اش عندك تخرج لي عوجة صافي واخا بنتي تبارك الله وتنعاك تتعلم ماشي شي حاجه عادي راه في الاول بدات كلشي تخرج هيدا 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 كانت علي ما تقطعتش ها هي ها هي كانت علي اللي بغى الطلبات غنخلي لكم النمره ديالي هنايا كنخدموا بالكيلوس جوج كيلو لتحت ما كنشبروش شي يلا يلا كنطلق
هي ذوقي لا try one more time. Okay. One. Two. Three. Yeah. Eight. Take two. No. 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 You can do. Okay, wait. I'll teach you. Give me. Yeah. Good. Yeah. Good. Take. Yeah. Open. Okay. Open. Close this together. This? Yeah. Yeah. Then okay. Put the inside. Yeah. Okay. Close it again. Oh, we need to. شو ده؟ سرتي. بس كتسمع واحد الحاجه وحشه في المقوله ويلي شو خليها حلوه غاديه اي ويلي اقلع لا تطيب اختي تفوري ديالي هو اوب put there اوكي ماما طبعا رجعت فيها اشكال غريبه المهمه وكي تعرف شي شو ما يتقولش غادي مزيان او بيوتيفول ما شاء الله بنات اللي كيقولوا لي علاش ما مشيتيش انت شاينه دابا انا شكون كان يعلم لي شكون كان يعلم يعاد الشبكيه كنت في شين واشوف ركز على الهزه هذاك هو كل شيء جوع مع العائله وجوع مع ماما والله الا عدلوا عرفتي السنيره فيها اشكال غريبه Storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left Na madam, mubalak, bisakha, shubakya Bismillah Good شوفوا كي كتب شنو خصو يقول باش نعملو فيديو ديال انستغرام حافظ لما تا مبالك بسخة شبكية 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 كي حاول يكتبها باش يعقل عليها حيت عملنا بزاف الكواليس باقي ما بغاش يصدقنا فيديو انا غنخلي لكم الكواليس سو ديفيكولت شبكية يلا سي اوكي لا مدام بالك بسخة شبكية اه دابا نو اتس كيد اوكي مدام ليتس جو مش هاني سيرينا مدام بالك بسخة شبكية كواليس كيف الفيديو كيكو شبكية كيف الفيديو كيكو شبكية تقادات فينش حياتي نالي مفلسة اوكي فينش ويت اوكي وان مور تايم اوكي جود مورنينغ المهم انا البارح ما كملتش التصوير على حسب كنا كملنا شباكيه معطلين وصافي تحت الدوده انا الكام وانا كنتحرك ما ارتحتش شي مره تحت الدوده ما كملتش التصوير anyway دابا ان شاء الله بقيت هنا ماشي عند الطبيب يوم اخر كونترول غتبقى مقسمه غير الولاده وصافي غنمشي للطبيب ديال الاولانيه كنا غادي نمشيو لديك بارك ديال دائما اللي ما كنحملوش كنا غنمشيو لينو غنتمشاو منو عند الطبيب من اليوم بغا شي تبانا الداكسيز دخلت مشينا من الدار للطبيب نشبرو رونديفو باش ما نتسناوش باخر كونترول انا
anyway, عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه والعافيه، وباش ما كتمنوا ان شاء الله هادو يعصبون عصبوني مش عاد يعصبوني. anyway, say رمضان مبارك to everyone. رمضان مبارك. اوكي شو هادو؟ عادش مشى للصدق. جينا عادش شوف حنا قربنا الكلينيكا، راه هي كلينيكا. وتخيل معايا مشيو قولوا لي اجيتوا اليوم. طيب شنو مش نضحك، انا شطانه عندي واحد من خالتي مسكينه الحمد لله معايا، هي اللي متبعه معايا هادشي هذا حتى هي ساجفه. كتقول لي نسلي ما حدك باقي كتضحك، ما حدك باقي راش قال لك وكتهضر، ما راه ما فيكش الحاله الولاده، تتكون حمرا وناسيه راسك شنو اسمك وكتغوت والحريق، هذاك هو الحريق الولاده. هيدا بقى عليكم في هاد البلوكا، تخيلوا معايا تخيلوا معايا تخيلوا معايا، حتى غادي نولد في شي نهار ما دارلوش حتى الحساب. عييت وقتايلا واحد الحراره قسم بالله تقول لك شهر 6 شهر 7 8 عينكم داخل الولد تقول لك الولد يدوز كونترول. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And كملنا من الطبيب كملنا كل شيء، ودابا هو تخم كي اف سي، وانا جيت نايمة حتى ترندي واحدة همبرغر ديتو ديك النهار عجبني رجعة موراه غنمشيو لديك البارك باش نتمشاو عاوتاني. الطبيب قالي بلي انني مفتوحة واحد سنتيم ونص، بقي خصني جوج سنتيم وتبدا تفتح دغيا. صافي غادي نتمشى اش اختو حشات الصوت. We'll go.
الكلات من يوصل راجلي اول مره المغرب جا من هنايا والباب كاين لتحت ديال المحطه، ولكن في رمضان كانوا كيخرجوهم من هاد الباب هادي. هاي هاد الباب هادي. سو انا ويا تلاقينا هنايا، تلاقينا هنا في هاد المكان بالضبط. ماما وصحاباتي وكلشي كانوا مخبيين الريهن مروشي التواكسيه كانوا باش ما كيبانولوش. سو صحابو تلاقيتو غير انا بوحدي. هنا كان اول بلاصه اللقاء ديالنا، ودابا ها هو كيكون معايا وها هو ابنه. مره مدرمنا مقضيت كلشي. شوف هادي شحال فينا، شحال هاد بياسات سروال بيجاما وبيليلي والطربوش ديالا وهاد الفويطة هادي عامل 219 درهم. شوفات بيدلي هادي شحال كيوت. هاهي هي وسريول ديالا والطربوش. مي انا ما عنديش حتى شي حاجه حيت ديجا شاريه وزاد عليها ديجا طلبه من تشاينا. باقا جايز قلت لكم انا ما غاديش نشري حتى شي حاجه اخرى من الترابي اللي عندي كافيه نشهر الاولى. تبقي نضمن ديال كلشي من تشاينا غادي يوصلوني ان شاء الله. ملي غادي يوصلوا غادي نعمل لكم فلوق نوريهم لكم. ماشي من شي ان من تشاينا ضمن ديتهم راجلي طلبهم وغادي يوصلوا لي كلشي حيت فريمون محتاجه بزاف الحاجات من العائل وما كاينينش هنايا. سو ضمن ديتهم من تشاينا. كيلو كل حاجة منها كيلو. anyway المهم هي عملات وانا كنت باقا في الزنقه تعطلت وما استناتليش حتى اصلا دابا المغرب. كايس انا عاد وصلت للدار دابا المغرب كتاذن. جيت للدار باش نعدل الفيديو ديال الصفوف مع ماما. كنا نعدلو الصفوف مع بعضياتنا مي حيت تعطلت بزاف الزنقه ماما عدلاتو بوحدها. جيت لقيتو واجد. سو نكيري الصفوف الاول في هذا الفيديو هذا مسامحه. رمضان ديما يجي ان شاء الله. رمضان يجي نكون في تشاينا. لا نعاود هنا ندوز رمضان ان شاء الله يا ربي الحبيب. anyway كنتمنى يعجبكم الفلوغ. شكرا بزاف حيت تفرجتوا في فيديو ديالي. تهلاو في راسكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. كنتمنى يكون فلوغ الولاده ولا الحوايج ديال شي ان ولا الحوايج ديال تشاينا. دابا عندي ثلاثه الحاجات باغا كنتسناهم باغا نعمل زعما نعمل فيهم فيديو. مي كارسون صبر كارسني تسنى سو ما عرف في ماشي فيديو ماشي قونت ولا شي حاجه فحال هكذا. anyway تلاقاو فيديو لي ماشي.